مثل هذه الزيارات ما كانت لتتم في الفترات السابقة، لأنه هناك لا أقول أن السياسة الجزائرية كانت سياسة متحفظة لا ترغب في الانفتاح على المحيط العربي أو محيط الشرق الأوسط. هذه الزيارات تشكل نقطة تحول جذرية في الدبلوماسية الجزائرية، لأن هنا أنه لا يمكن للجزائر أن تبقى بعيدة عن واقع تحيا فيه صراعات كبرى. وهناك إدراك أن أي صراع في أي منطقة عربية سينعكس على الواقع العربي بشكل عام، ولذا لا بد للدول العربية، لنقل الدول العربية الكبرى، يجب أن يكون لها دور، ويجب أن يكون لها فعل، وبالنهاية يجب أن تكون مؤثرة في نوعية القرار. نعم. الخاص بمجابهة هذه التحديات أو هذه الأزمات. نعم.